بينما مالك بن دينار في سوق البصرة اشتهت نفسه التيني ولم يكن معه مال، فطلب من البائع أن يؤخره أي يدفع في وقت آخر، فرفض البائع. فعرض مالك على البائع أن يرهن عنده حذاؤه مقابل هذا التين، لكن البائع رفض وقال: نعلك لا يساوي شيء. فلما انصرف مالك قال له الناس: هذا ملك بن دينار من كبار العلماء. فأرسل البائع غلاما يعرض عليه التين مجانا بدون مال، فقال له مالك بن دينار: أنا لا أبيع الدين بالتين ولا أكل التين إلى يوم الدين.